وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. بعد التحية أستاذ ناجي، كيف تابعت كلمة رئيس مجلس الوزراء اليوم في مجلس النواب لمتابعة لمناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة؟ أستاذ ناجي. أي يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. كيف تابعت اليوم مناقشة مجلس النواب لبرنامج عمل الحكومة الجديدة وأيضا كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؟ يعني هو النهاردة كانت جلسة انعقدت طبقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، والجلسة صارت في إطارها الطبيعي، لم يطرأ علي أي تغيير مفاجئ. رئيس لجنة المشكلة للرد على بيان الحكومة قال ملخص تقريره ملخص وافي وليس مخل، ورئيس المجلس منح الاعضاء كلمات رؤساء الهيئات البرلمانيه كلمات في 3 دقائق والبعض المستقلين، وبعد ذلك عقب الدكتور مصطفى مدبولي على مناقشات الاعضاء ومحاضراتهم، وفي النهايه يعني تقدم وكيل المجلس ورئيس لجنة الرد باقتراح إلى المجلس ورئيسه بأن يقترح على المجلس أن يوافق على منح الثقة وعلى حكومة الدكتور مدبولي والموافقة على برنامجها. نعم. حصل ذلك في إطار من الثلاثة التي تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس، ومن خلال تكامل بين الأدوار، أدوار رئيس المجلس مع وكيل أول المجلس مع الحكومة مع رؤساء الهيئات البرلمانية مع المستقلين. المجلس النواب النهارده كان في أبهى صوره. نعم. صورة مشرقة للديمقراطية المصرية، أعلنت فيها في النهاية طبقا للدستور والعرف الديمقراطية بدء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عملها كرأس لصوت التنفيذية في مصر منذ إعلان المجلس ثقته لها. أستاذ ناجي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعهد منذ قليل أمام مجلس النواب وأعضائه بوضع خطة تنفيذية على مدار 3 سنوات ووضع الأجندة التشريعية قبل الدورة البرلمانية المقبلة. كيف ترى هذا التعهد وغيره فيما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء اليوم ومنذ قليل أيضا؟ يعني هذا التعهد من قبل رئيس مجلس الوزراء في تعقيبه على كلمات السادة النواب هو يعني تعهد ملزم له وحكومته. نعم. لان الخطه التي البرنامج الذي اعلنه الدكتور مصطفى مدبولي ونال عليه ثقه، هو يتكون من 276 صفحه كلام وبرنامج حوالين المحاور والاربعه، وجاءت تلبيه تكليفات الرئيس السيسي له في كتاب التكليف، ولكنه كان يتطلب ان يتحول الى برامج تفصيليه تنفيذيه، وهذا ما تعهد به اليوم من الدكتور مصطفى مدبولي، وهذا معناه ان في يعني عهد جديد ما بين تكامل الاداء بين المجلس وبين الحكومه، يمارس فيه المجلس صلاحياته الدستوريه سواء كانت تشريعيه او رقابيه، وفي نفس الوقت تتعاون فيه الحكومه مع المجلس بان تقدم لها البرامج الزمنيه التي تمكن اعضاء المجلس من متابعه الحكومه في لتنفيذها تلك الخطه الطموحه التي اعلنها رئيسها امام المجلس. استاذ ناجي، هناك تصريح من قاده احد الاحزاب السياسيه الكبرى حيث قال فيه ان مجلس النواب على استعداد لاستخدام كافه الادوات الرقابيه للتاكد من تنفيذ برنامج الحكومه وقياس الاداء لحظة بلحظة. إلى أي مدى من الممكن أن نرى دور رقابي للأحزاب وأيضا رؤسائها للتأكد من تنفيذ برنامج عمل الحكومة ومتابعة أدائها لحظة بلحظة في الأيام المقبلة؟ أنا برى هذا صفحة جديدة من الحياة الديمقراطية والحزبية والسياسية والبرلمانية المصرية. نعم. صفحة بدأناها بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني الذي أحدث زخم وتحريك واسع في حياتنا الحزبية والسياسية، وأيضا انعكس على حياتنا البرلمانية ما اعلنه رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب الاكثريه منهم سوف يستخدم كل ادواته الرقابيه لمكافحه متابعه الحكومه، ده حق اصيل للاحزاب السياسيه وحق اصيل لاعضاء البرلمان، ولكنه في نفس الوقت يفتح باب جديد. نعم. من ان هناك المجلس سوف يكون له انياب، المجلس سوف يمارس ادواته الرقابيه وعلى الحكومه ان هي تراعي ذلك، وفعلا كان رد رئيس الحكومه مباشره عندما تعهد بانه سوف يقدم البرامج التنفيذيه لخطته الطموحه امام المجلس لكي يسال على اعضاء المجلس ممارسه دورهم الرقابي على الحكومه. اشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، شكرا جزيلا لك.